السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنغافورة عاملة حاجة اسمها كود اوف بريكس فور بيلدينج انفورميشن فاضل سبمشن لمعماري، واحدة للإنشائي واحد تالت للكهروميكانيكال. بيقول لك ايه الحاجات اللي المفروض تسلمها عشان تاخد ابروفال، تمام؟ فانت ممكن برضه تمشي على الحاجات ديت، تمام، او تشوف ايه اللوحة المفروض تتعمل او الطريقة. يعني ده مجرد دليل ارشادي إجباري للي موجودين في سنغافورة، واختياري لو حد موجود بره سنغافورة. أول كام صفحة بيتكلم عن الناس اللي عملوا الكود، بعد كده الفارس، وبعد كده دي بقى الـ requirement، الحاجات اللي المفروض إن أنت تمشي عليها. سنغافورة بيم جايد والبيم إي سبمشن تمبليت جايد، وهتلاقيهم على الموقع دوت بتاع سنغافورة. بيقول لك ان انت لما تيجي تسلم لازم تلاقي البلوك يكون بالشكل دوت، وهنا يكون في كلام هيبدا يشرح لنا الكلام دوت، تمام. طبعا احنا مش لازم نمشي على نفس الحاجات ديت، بس هي حاجات ارشاديه ممكن تكون انت ناسي حاجه في التسليمه، فهو بيبدا يرشدك فيها. يعني بيقول لك هنا المسافه دي تبقى مثلا 100 مللي، وهنا 100 مللي، وهنا الكلام اللي بيبقى مكتوب بيلدنج اند كونستراكشن اثورتي. طبعا هتكتب اسم البلد اللي انت مبدا فيها، البيلدنج بلان، في حاجات بتبقى 2D فيو زي اللوكيشن بلان، سايد بلان، الفلور، الفنتليشن بلان، الاليفيشن سيكشن، التيبيكال ديتيل. هنا ال 3D البارتات، هنا سكادولات اللي المفروض انها تتقدم، يعني في الستيركيس دي، الروم ده، هنا ال 2D فيو ده اللوكيشن بلان، حدد المكان بتاعي في المدينة أو في المنطقة اللي أنا شغال عليها أبقى موجود فين، فلازم يكون متحدد باللون الأحمر، تمام. أنت ممكن تخلي ده زي جايد ليك في الشركة. الرود نيم لازم يبقى مكتوب، التاون سب ديفيجن، البيلدينج، المنطقة اللي حواليك لو في منطقة زراعية أو كده توضح الموضوع دوت، الجريد أند جريد دايمنشن. الفلور بلان لازم يكون باين فيه الجريد اند جريد دايمنشن، رسم جريد ورسم دايمنشن اللي فيه، الروم والسبيس يكونوا موجودين في الفلور بلان، الفاميلي فريند فيتشرز ده سايد بلان اهوت، ده الفلور بلان. هنا بتبقى كاتب طرق، هنا بتبدا تكتب اسامي الغرف اللي موجوده، دي لوح الفنتليشن بلان بيتوضح فيها الجريد والروم والمود اوف فنتليشن والكوشن اوف اير ويل سبيس، ويقول لك في الوان معينه هنبدا نعتمد عليها ونشتغل عليها، تمام. يعني الميكانيكال فنتليشن هياخد لون، والناتورال فنتليشن الهواء الطبيعي هياخد لون اخر. ده الاركتكشر ريكويرمنت، ده تمبلت للجنرال بيلدينج. الريليفيشن والسكاشن ايه الحاجات الاساسيه اللي موجوده فيهم، والبرطات ال 3D تقدر تاخد مثلا للدور دوت. الاسكادولات ابدا، كل اسكادول يقول لك ايه الخانات الاساسيه المطلوبه، الروم للغرف للفنادق والسيرفيس ابارتمنت، الاتش اي اس هيرنج انهانسمنت سيستم، الستير كيس ايه الحاجات الاساسيه اللي تبقى موجوده فيها، يعني النوع بتاعه والاكشوال رايز هاي والاكشوال تريد ديبس، الباركينج، السيفل ديفنس، البيلدنج بلان ايه الحاجات المطلوبه فيه، اللوحه بتاعت الاتش اس والاس اس ايه الحاجات المطلوبه في 2 دي وال 3 دي، وهي الاسكادولات الاساسيه المطلوبه. ال 3D view اهوت، الاسكادرات دي برضو احدى الحاجات اللي انت بتسلم لها اللوح، بقول لك شلتر 3D سبمشن، هو بيوضح لك ايه الحاجات اللي هتسلمها لهم. وكذلك الدفاع المدني مثلا بيبقى لي متطلبات معينه، فبيقول لك ايه اللوح اللي انت هتسلمها لهم. الاير شافت برضو الحاجات الدراي توالت اريا، ايوه تبتدي ايه الحاجات اللي هو فيها،
تمام، فتتوضح مثلا الووتر سبلاي بوينت، الكويل اير، الفلور تراب، اللوكيشن اوف ايجكتور تانك، بس دي برضه تسليمة تانية. فهو بيوضح لك كل تسليمة ايه الحاجات اللي تركز عليها وايه الحاجات اللي انت هتهتم بيها. تمام، هنا بقى بيوضح مثلا الدور، مثلا لما هترسم هترسم ازاي، وايه الابعاد اللي المفروض تبقى مكتوبة، وايه المعلومات اللي المفروض تبقى موجودة بحيث ان تاخد تجربة من اول مرة. ده الفور انفورميشن. اهم حاجه ان انت في العناصر الاساسيه اللي انت لازم تحطها الجريد، هتكتب النيم او التايب، ده سامبل ليه، ده ريمارك الديفولت، الليفل هتكتب الاسم بتاع كل ليفل وهتبقى الفاليو بتاعته موجوده معاه، الاريا هتكتب النيم والاستخدام والاريا تايب، السيلينج هتكتب النيم والليفل، الكولوم هتكتب المعلومات بتاعته زي هو في ليفل كام وبالتايب، الدور الفلور سلاب النيم والسكنس والليفل، الروف النيم والليفل، الاستيركيس كل ما انت الاستيركيس تبقى موجودة وأمثلة ليها، الوول أهم حاجة بالنسبة لي النيم والليفل والبيلد تايب والماتيريال. تمام، دي الحاجات اللي بتجهزها لو انت مثلا شغال معماري. زي ما قلنا دي تبقى ارشادات ليك او انت بتحاول تطور شغلك، فبتاخدها كجواد ليك طول ما انت شغال في سنغافورة. لو انت شغال في سنغافورة لازم تلتزم، تبقى إجباري بالنسبة ليك.